أهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية جديدة حول مستجدات الأحوال الجوية والطقس. أسبوع مائل الحرارة بتشهده معظم محافظات الجمهورية بسبب الارتفاع اللي بتشهده في معدل درجات الحرارة بمختلف الأنحاء. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن طقس هذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع المقبل سوف يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولكن هذا الارتفاع في الحرارة هيكون بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة وتصل إلى 42 خلال الأيام القادمة، وهيكون هناك ظاهرة بتسمى الغطاء السحابي هتأثر على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي، بيقابل ذلك زيادة في نسبة الرطوبة هتكون سبب في فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق بالبلاد. وبحسب بيان الأرصاد فإن سقوط الأمطار الخفيفة على البلاد متوقع أن يكون خلال 48 ساعة القادمة على جنوب سيناء والسواحل الغربية للبلاد، وده بسبب حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن منخفض السودان بيمتد هذه الفترة شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا، وقالت أن هذا المنخفض هو عبارة عن كتلة هوائية حارة بتنشط خلال فصلي الخريف والربيع أيضا، حيث بتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة. وبحسب بيان الأرصاد الجوية هتنخفض الرؤية الأفقية بسبب وجود نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة خلال هذه الفترة. وقالت الأرصاد أن الطقس خلال هذا الأسبوع هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر فهتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة هتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26. أما بالنسبة للرطوبة هتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30، أما السواحل الشمالية هتكون العظمى 90 والصغرى 40، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وجنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15. وبكده نصل مع حضراتكم إلى نهاية التغطية حول مستجدات أحوال الطقس. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.